113 ألفين المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو على السلامة. ألو على السلامة سيدي. على السلامة يا سيدي. مرحبا بك. بيك. اسم خويا وسيم. مرحبا بك يا وسيم، قداش عمرك صديقي؟ 46. 46 سنة. مرحبا، اش تعمل في الدنيا؟ نخدم. خدام. لا قاعد تتكلم في زون تراجع الصوت. اي ما فماش بلاصة أخرى ما تراجعش الصوت. حاضر يا سيدي، خليك معايا لحظة. هكا نورمال. اي هكا سافا، اي هكا امبيكابل. لو زدت انا دخلت بعضها بشويه صوت تليفون يتحط موزيكا وحده وحده، والله لا فهمت، انا حطوا سيلونسيو اما الميديا قاعده تخدم هيك. علاش؟ لاني قصتي تشكشكت بالصدى اللي عندك. اش قلت لي؟ لاني قصتي تتشكشك الدنيا كلها. قصتك تشكشك، مالا شكشكت لي تليفوني قصتك. مرحبا بيك خويا، قل لي شبي خويا، شبيك شبيك؟ عايشك بربي. خلينا نسال سؤال. انت باش تسال ميسالش؟ ما يسالش بعد المس. انا قالوا لي باش نعدي لك علاء. اي هاني معاك. انت لا مالا شكون في بالك انت؟ والله عندي واحد اخر. لا يا ولدي علاء. شفت كيفاش الدنيا يفتح الستار يا ولدي معاك علاء. ما هو الصوت يتبدل شويه في الراديو هيك. علاش؟ واضح. ما عندك كان واحد اخر ما تحكيش معاه؟ لا الصوت جاني مش هو معناها. لا لا انت راك اون ديريكت على موزايك اف ام، الناس تسمع فيك اون ديريكت على الفيسبوك. طيب. ويسمع طيب فيك زاد على الراديو وعلى الويب زاد. طيب الصوت كبتيتو انك انت. اي باهي، كيفاش كبتيتو اللي انا ترى؟ النبره الاخرانيه. النبره الاخرانيه، فما شويه خنخينه هكايا. بالضبط. اي هكا محببه مش خايب برشا. لا لا برشا. مرحبا بك. أو بيك يا صديقي. مرحبا بك صديقي، يا تفضل. قلت لك راهي الحكايه باش تفرقس. قلت لك راهي الحكايه مشعبه شوي. هات نفركوها بشويه بشويه بالك نجم. ماشي انا تفضل اسالني يا سيدي. لا اي احكي لي الحكايه من الاول، كيفاش بدات؟ انا عشت قصه حب. قديش عمرك وقتها؟ وقتها عمري لا اله الا الله محمد رسول الله 28 سنه. 28 سنة، وين تعرفت عليها؟ ماشي نعدي في كونكور. وانا في الكار. يعني نحكي لك الديتاي ولا لا؟ اي اي احكي لي احكي لي. وانا في الكار لفت اني نلقى زوز جايين، زوز بنات. جذب انتباهي واحدة منهم. حسيت ثم حاجة تجلب فيا لها ما نعرفش لأول مرة. طلعوا الكار. اي طلبوا مني اني نقعد. قلت لهم ماشي تفضل. اعطيتها شو طلبوا مني؟ باش يقعدوا معناتها؟ يقعدوا في كار. يعني المسافه التراجيه كبيره شويه. اعطيتهم بلاصه دونك؟ اعطيتهم بلاصه. باي. لكن بعد ما هبطنا لكن في اللحظه هذيك ثم حاجه تتحركت فيك انت. حاجه حتى هو تحركت له حاجه بعد ما حكينا تحركت له حاجه. اي شعور يعني تحرك. ثم شعور. ثم تبادل. الشعور هذاك فيه متعه نتاع اكتشاف شيء معين في داخلك. هو اللي لوج عليه لقيته. هذاك هو. هو اللي حشتي به لقيته. هذاك هو. لكن حبيتها كصوره. وكجسد. كصوره وكجسد معقول. اي انا ما حبيتش كصوره ثم كيان كجسد زاد ما لا بيان سور. شوف يا اخي الجسد هو اللي يحمل الروح. بالضبط. الجسد هو يحمل روح الشخص. انا مش ممكن تنجم تحب روح الشخص بيده، لكن يا حبذا لو تحب الزوز معناتها مهم برشا معناتها، لانك انت في حد ذاتك تحمل جسد وروح. بالضبط. انا جوني الزوز الجسد والروح. اي والجسد والروح الى حد اللحظه موجودين وكاملين عندي. بعد قديش من عام؟ شاءت الاقدار ان عشنا قصه حب دامت ثلاث سنوات. ثلاث سنين. توجت باش؟ توجت بالفشل. بالفشل؟ هي تجربه في الحياه كمان معناتها مؤلمه. الفشل اسمعني، لما تعيش قصه حب وتفشل
حاجه خايبه نتفقوا في هذا يا مره حاجه مره حاجه مراره الحنظل بالحق مراره الحنظل معناتها خاصه كي يبدا سبب الفشل بيد واحد منكم صحيح يعني لما تنجح قصة حب يلزم زوز يقاوموا وزوز كيفاش يقولوها معناتها ياخذوا من الضعف قوة باش ينجم يقاوم لكن الفراق هو اللي خلانا البعد هو اللي خلانا اللي خلى سبب الفراق حطيت في إطار عائلي وزيت أوبليجي إنك تكون في الوضعية هذه لوبليغاسيون اللي وقعت عليا اني انا جيت في اونتوراج نتاع فامي وكانت انسانه كنت بعلاقه معها اللي هي تقرب لي من فامي وتحطيت في الوضعيه ذيك اني كنت بطال وتحولت من مكان الى مكان وفي المكان هذاك توجد الشخص هذاك رغم اني قلت له يا ود الناس ربي يوجهك خير وانا راني مشني نتاعك لكن بقى هو يحبني وعلاش انفصلت انت علاش؟ انا علاش إيه علاش مفصل لو تسمح بطبيعه الحال كان ما تسمحش ما تسمحش علاش انفصلت انا كانت عندي قصه حب الاولى اللي قلت لك عليها اللي قريب هذه ومسافه بيناتنا بعاد انتوما بعاد برشا بعاد مشو بعاد برشا لكن تم مسافه نتاع قريب هذه برشا قول 100 كيلومتر مش بعيد في وقت مش بعيد مش بعيد وكي ظهرت هذه في الصورة أنا ديجا في مخي إنه انتهى موضوع الأولى فهمني ولا نحاول إن لا لا فهمك في يعني انتهى موضوع الأولى انتهى ارتبط بثانية دونك ارتبط بثانية بالضبط بالنسبة لي أنا انتهى حبيتها تعالى حبيتها تو انا حكيتك ما فهمتنيش ولا انا ما بلغتش لا لا لا, لا فاهمك بالقدا بالقدا وراس خويا حبيتها ولا الثانيه اي اقوى من الحب معناتها معناتها ما الحب الا للحبيب الاول مش صحيح عندك انت عندي انا مش صحيح باهي حبيت الثانيه عيش به معقول تجربه حبيت. ثانيه في الحياه تعوض لك الاولى بالضبط لقيت فيها الراحة النفسية الحمد لله حاجة باهية هذه لقيت فيها الأمل لقيت فيها ما نعرفش هذيك هي بالنسبة لي أنا باش توجت العلاقة هذه؟ العلاقة هذه توجت بالرحيل مني أنا البعد زاد قصيتها أنا بعدت قصيتها؟ بعد أي لكن قصيتها كيفاش بالطريقة اللي قصيتها أنا مجبر أخاك أنا بطل مش مجبر باش تقول لي المسافة 100 كيلومتر ما مش مجبر يا أخي ما فما تليفونات وفما وسائل نقل ما نحكيوش على آلاف مئات عشرات آلاف الكيلومترات احنا لهنا نحكيو بين مدينة ومدينة سي علاء قداش بعيد عليك هذي تو شفت كيفاش احنا تلخبطنا شوي ولا ما تلخبطناش وراسك انت تبعني قلت لي انا قصيتها وانا اللي بعدت هل انك تحكي لي على الكار ولا تحكي لي على الاخر لا لا نحكي لك علاش بعدت منين بعدت من شكون بعدت من الثانيه نحكيو على الثانيه الثانيه بالضبط علاش بعدت الثانيه انا تعبت في بلادي ما دبرتش خدمه وما سهلتش الامور وكل شيء سافرت السفر معناها عام 99 كما نحكي 98 ما ثمش بورتابل فيه لا فهم موجود البورتابل لا الميسور الماديا الميسور لا لا, لا 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 نتفكر وقتها عام 97 البورتابل ليني ب 150 دينار وقتها اللي عام 99 2000 في متناول الناس الكل يعني تحكي لي على بورتابل 150 دينار مع ديني 200 دينار شو انت وانا مواطن عادي بسيط لا واخي مواطنين الكل شبيك يا اخي عندهم وقتها كان الفيكس هو اي كان الفيكس يا سيدي التليفون الفيكس اكزاكتلي موجود الفيكس اي ما تعقدهاش برشا لا والله ماني نعقد خليها بسيطه علاش قصيت انا قصيت لاني تحطيت في امر شنو هو الامر؟ اني تحطيت في الطرف الثاني
الطرف الاول الحبيب الاول اللي تحكي عليه توجد في لونتوراج نتاعه في المكان اللي تحولت للعمل اللي وجع العمل بعد 3 سنين. بعد 3 سنين اي انت عاد تلعب على الحبلين ملعت تشنو توا توا تشوف واحده في الكار تحبها تقعد معها 3 سنين تبطل منها خاطر بعيد عليك تمشي للثانيه قريبت لك تفهم فيها تحاول تخدم في بلاصه اخرى تلقى الحبيب الاول رجعت تحل الحبيب الاول كيف لا لا هاي انت قلت لك ما تلخبطناش راهو المره هذه اللي يقول لك فيه صحيح هذا اللي قلته انت راهو لك فيه به انا كي سافرت اي اني باش نلوج على عمل لقيت الحبيب الاول الحبيب الاول موجود أي. لكن الحبيب الاول موجود بصوره انه قريب اقري اي في القرابه وقع ضغط من الفامي نتاع انه نتاع كيفاش ما تعرفوش كيفاش ما تاخذ الحبيب الاول ولا الثاني تو ها باش نتلخبطوا الحبيب الاول الحبيب الاول رجعتوا معناتها ما رجعناش لاني انا المكان اللي مشيت نلوج عليه في الخدمه هي موجوده اي معناتها عائلتهم تقلقوا كيفاش ما عرستوش بالضبط كيماكم قصيتوها لا ما رجعت لكن رجعنا لكن سهلها تسهل رجعت ولا لكن ما رجعناش بالطريقه يا ولدي رجعتوا والدليل دارهم قالوا لك شبيكم ما عرستوش بالضبط معناتها هو موجودين في المكان كمل لي اسرع لي شويه باهي رجعنا للمكان بقيت هكا في اخنو رد في اني انا متقلق شوي في اني وصلت اني صايي ما عنديش حل حطيت في امر اني يلزمني نعرف مع الحبيب الاول مع الحبيب الاول اني يلزمني نعرف والثاني قتلو الثاني لحد اللحظه ما فهم شيء شو ما فهم شيء؟ ما اكتشف حتى شيء ما عنديش به اتصال ما تعرف باهي رجعنا للحبيب الاول عرستوش؟ عرسنا هاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله جبنا زوج صغيرات هاي ربي يفضلهم لك الله يعيشك لكن باقي ديما الصورة تاع الحبيب الثاني ما فارقتنيش تعرفها لعبة الحليلة هذه الغميضة تعرفها نعرفها لعبة الغميضة هذه لعبة الغميضة بين الحبيب الأول والثاني توقت لي حبيت الثاني حب جنوني أكثر من الأولى من بعد ترجع من الأولى ترجع لك تصويرة الحبيب الثاني واللي أنا عايش فيه بالحبيب الأول تو الله 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 الله, الله, الله. تقابلته جاني تليفون هي. من عند أحد الأقارب قال لي ثم التليفون باش يجي وأنا في أزمة عندي ولدي يعطي ان اوبيراسيون غريف عمل غريف فهمتني بربي سامحني اش تخدم انت لو تسمع نخدم في شركه ماكش استاذ لا 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 طيب لا خطر من قبيله في التعليق استاذ عربي استاذ فلسفه استاذ درا شنو استاذ في الكمبيوس صوتك تشبه عليه برشا لا المواطن عادي باه مرحبا بك يا سيدي اي رجع تصويرة الحبيب الثاني رجع التصوير بعد قديش من عام سمح لي 19 سنة 20 سنة جاني التليفون اي قال لي باش يطلبك هز عليه التليفون باهي قلت له بربي فلان ردي ما نحب نهز حتى على واحد داخل الخدمة وما عنديش التليفونات قال لي ما يسالش هز اوكي هز التليفون الو على السلامة على السلامة قال لي على السلامة امرأة انا فلانة الفلاني لا قالت لي شبيك متقلق انت تنجي تحب تحكي شكوني المراه ما تقوليش قالت لك شكوني هي المراه اي المراه هو الحبيب الثاني هي الحبيب الثاني واضح هي شفت حياتها الحبيب الثاني شفت حياتها كل واحد منكم شاف حياته شنو وقع التليفون عليك بعد 19 سنه بركان بركان وانفجر بركان بالحمم نتاعه الكل لطف برضه اي شنو هي الحكايه تو؟ شنو هي الحكايه تو؟ الحكايه انا في قابلتها مرتين اي
لقيت ظروف قاسيه شوي من المدام وسلقت بالتليفون وشنو وديما مرتك فاقت بالتليفون. شو قلت لها؟ انه ثم شخص تعرفت عليه برازار هكا انا تمام طلبت هكا جاني تليفون برازار تعرفت عليها واصلها من بعيد كله وانتهى الموضوع من وقتها انتهى الموضوع. حكيت ليش الحقيقه انت؟ بيستر لكن ما حكيت ليش الحقيقه مش صعيب ياسر حكيت لها ولا ما حكيت ليش؟ لا لا دونك كذبت عليه انا في كذبه لحد اللحظه دي وانا في كذبه اي ايش حكيت مع الثاني؟ حبيبك الثاني ايش حكيت معاه؟ ايش تحب بالضبط؟ كل شيء ايش تحب بالضبط؟ حبيبي الثاني اي حد اللحظه دي في اللحظه هذه اي يعمل في الشيميو الله 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 في السبيطار سرطان شنو؟ المعدة 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 فيه امل؟ بحول الله صف ثاني معناها نقولوا استاذ فقت به على بكري انت على بكري الحمد لله بي وقفت معاه لاني قد ما نوقف ونقول ديما ناقص دعواتي في صلاة الصبح دعواتي في صلاة الفجر دعواتي في صلاة المغرب دعواتي في صلاة ما عندي حتى دعاء سوى الدعاء بالشفاء لهي نجم تحب جوز نساء في وقت واحد سؤال كبير ياسر وعميق ياسر جاوبني مشالش خذ بخاطري يمكن ثم حب وثم رأفة ثم حنية هكا تنجم نجزأها لك ما نجمش نجزأها لك انت تلطف فيها مش تجزأ فيها انت تلطف في الموضوع شوي ما تعتبرش ما تعتبرش حبك للمرة الثانية خيانة لزوجتك ومقابلتك للمرة الثانية ما يعتبرش خيانة في حاجة شوف وهذا اللي حبيت نفهمه هذا اللي حبيت شنو الحل انت نعم يعتبر خيانة نعم. ولا في تقييمك انت لأني ديما نحط الموقف في نفسي معناها ديما أي موضوع باش نحطه وباش نفهمه يلزمني نحط أنا روحي في بلاصتي يعني كنحط روحي في بلاصتي ونلقى روحي تسمى خيانة حطها هي في الموقف هذا بالنسبة لي أنا خيانة لكن أنا في وضع إنه إنسان مريض لا في وضع إنسان مريض هنا باش نجزأ معك طب. إذا كان تفصل علاقتك بزوجتك الأولى حبيبتك الثانية وتجزئ اللي هي علاقة تعاطف مع مرض شبان اللي هو سرطان هنا نزك أما في علاقتك بالمرأة الثانية قصة حب قديمة على حساب زوجتك وعلى حساب مرتك تعتبر خيانة منطقيا عادي باش تكون خيانة نمشي ماشي معك وين تحب توصل انت وين تحب توصل بالضبط هات من الاخر انا وين انا هو الطريق اللي باش ناخذه انت باينه باين تو انا ايش باش نعمل انا مطلبتك كان صايه انا نفذ صبري ما عادش استنى ساعه انت تحب هالمرة الثانية نعم تحب هالمرة الثانية تحب تحب زوجتك صغيراتك زوجتي نحبها لكن نحبها بالرسمي نحبها لاني ام صاري اي نجم تحب زوز دونك تعرف انا عندي انا عندي مشكله مع الرجل بصراحه مع الرجل التونسي عندي مشكله مع الرجل التونسي الرجل التونسي يحب برشا يحب كيما فطور الصباح كيما فطور نص نهار وكيما الليل ويحب الكل مع بعضه زاد ياسر انانيه ياسر استخفاف بصراحه ياسر استهتار سامحني يا معك انا بالنسبه لي انا اللي يحب زوز نساء ثلاثه نساء اربع نساء هذا جنون تخلويض تخلويض القلب لا يتسع الى اثنين وثلاثه واربعه وسته هذا سيركل فيسيون عند الراجل يعيش فيه يحب برشا نساء مع بعضهم ويحب يعيش مع برشا نساء مع بعضهم ويحتفظ بوحده ام صغار وتربي له صغيرات ويحبها زاد شنو الحكايه هذه سامحني الله غالب خذيت موقف ما حقيش امام شيء نطق عندي حاجه قاعده في حياتي اللي ديما نحب نسمع كلام اللي يوجعني ايه انا ما نؤمنش انه راجل نجم يحب زوج نساء ما تدخلش المخ الحكايه
انا معاك. فما القلب ينفتح الى وحده برك. انا راه القلب منفتح الى الزوجه صحيح. اي ومنفتح للحبيب الثاني صحيح. منفتح حسب الوضعيه اللي انا عايش. اي فوالا اكزاكتومون. علاش كلمتني؟ علاش كلمتني؟ خلينا نفهمك. انا كلمتك لاني انا تعبت. تعبت على خاطر فوق طاقتك الشيء. اكبر من طاقتك. من صغاري قلبك لا يتحمل زوز نساء. حبيبه ثانيه قديمه وحبيبه اولى عندك منها صغار وماكش عارف ايش تعمل. انت قادر تعرس بها المراه هذه اللي انت المراه عندها حياتها وعندها رجلها وعندها صغارها. شنو اللي داخل فيه انت؟ انت علاش دخلت في الحكايه هك؟ انت دخلت في مش فوهة بركان. دخلت في صراع كبير. في صراع في صراع كبير لا يؤدي لنتيجه. بور لو مومون. راهو نخمم فيه متاكد اني مش نوصل به حتى لبلاصه. فوالا اكزاكتومون هذا علاش قلت لك. لكن عندي حاجه اللي باش تبقى لي ديما غصه في قلبي اللي باش نعمل اللي هي انا تخيل اني كما نطلبهاش كما نطلبهاش نلقاها في السبيطار نولي انا نرتكب في ذنب. مشيت لها للسبيطار انت؟ مشيت لها للسبيطار؟ قابلتها في السبيطار. ما جا حتى واحد من عائلتها وقت اللي انت غادي؟ لا. ورد بالك يجيش رجل هيولي نار غادي يلقاك في السبيطار. لا ترسي كيفاش هي؟ حل ورد. لا مش حل ورد. الله 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 يا سالم يا دي اختانا يرحموك يهديك. والله ماني مفدلك حتى خذيت لك المثل هذايا مانيش مفدلك. شوف شد مرايتك وصغارك ونعرفك تحب مرتك وصغارك وخلي الذكرى هذيك ذكرى. المرأة متزوجة وعندها صغيرات وعندها حياتها. مش وقت اللي نتقابلوا صدفة بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة يرجع لنا الحنين للمرأة اللي حابينها الأولانية. دي فوضى دي. هذه فوضى. فوضى. رجل معرس تعرضوا حبيبته لولا يبطل من مرته ويمشي لولا. الإحساس حس باش تتعذب باش تتعذب. أما إياك الترجم الإحساس إلى أفعال راه باش يخرب لك دارك ويهرب دار المرأة. أنا تحطيت في موقف نتاع مرض. شنو نعمل هنا؟ موقف المرض خلي علاقتك علاقة صداقة بين المرأة. كان أمكن باش تزورها وباش تطلب اللطف ليها مرحبا. غير هذاك لا. ما يعجبكش الكلام هذا نعرف. مش هو ما يعجبنيش لكن متاكد انه هو مش باش يقبل الشيء هذا. مش باش يقبل. هو شو يحبه؟ هو شنو اللي يحبه؟ روحه في اني تسمع صوت الحبيب الحبيب. اه يسمع صوتك بركه. اي ما نخرب لكش دارك ما نعمل لك حتى مشكله. خليكم اصدقاء خليكم اصدقاء وصرح مرتك بالموضوع عايز سيدي وتزاوروا كان تحبوا. ما هو تحكي على اصدقاء هذا هو. في عصرنا هذا هل انه استقبل المرازع من الشيطان الوقت اللي احنا فيه الراهن. شوف كي تحكي بصراحه كي تحكي بصراحه مرات تنجم تقبل. اما تخبي وتلعب على الحبلين لا. حتى مره ما تنصفك وحتى مره ما تقف معك. اجي من الاخر. شو نجي من الاخر؟ كيفاش تكون الصراحه؟ اه كيفاش تكون الصراحه؟ شو كيفاش تكون الصراحه؟ اما خير ولا مخبي؟ يا ودي شد مرتك ولادك يهديك ربي. انت شنو هي تو؟ وانت تحب توصل وين؟ وين؟ قول لي بالضبط. قل لي فهمني ما انت وين تحب توصل بالضبط؟ حاجتك بها المرأة الثانية هذه تحب تاخوها؟ ما نحبش نكون دب في اي شوك مثل المرأة وانا نكون السبب. الموت والحياة بيد الله يهديك ربي. لأني نعرف إذا انقطعت إذا نعرف إني إذا ثم انقطاع في التليفون بالنسبة لي انقطاع بالنسبة لي هي ما عادش فيها ما عادش باش تتعقد الأمور المرض وباش تزيد لأنه هو المرض كما صار مرض خبيث أكثر حاجة للسلاسة ويكون السبب الرئيسي يفرح يلقى واحد. تو إيش بيك صرحتني أنا ومرتك ما صرحتهاش؟ هاك تحكي معايا وتحكي لي في الحكاية ذي تصرح فيها أنا تنجمني ومرتك لا؟ والله لانه انا كي طلبتك اكثر حاجه ركزت فيها
هو عنوان البرنامج. إيه متفهمين، قدرتك على أنك تصارحني هيك صارحتني، يعني نحب نلقالك حل، نلقالك مخرج هذا عليك. اللي 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 يساعدك أنت ويساعد المرأة. هل أنه سوى بش نصرح؟ أوكي جسدي داكور معك بش نصرح، نمشي معك في المسار هذا بس صرحنا. راو هذه هي المرأة هذه حبيتها قبل، لكن المرأة هذه معرسة وعندها صغيرات، والمرأة علاقتي بها علاقة صداقة، المرأة في وضع صحي خايب برشا، تعمل في شيميو والموت وبين الموت والحياة، ما أنت نقف معاه. ما نصورش المرأة طيبة باش تقول لك لا، المرأة عندها صغارها وعندها رجلها، أما بنية طيبة مش بنية أنت كتحبها. لا كيكة تجرح مرتك. طيب الموقف حطيتني فيه صراحة. ما فهم حتى مهرج غير هذا اللي قلته لك، سينو باش تواصل بالسرقة اللي انت فيق بيك بمرتك وتولي خيانة وتولي مشاكل وتخرب دارك وتخرب دار المرأة. اش قلت؟ الكلام سهل لكن الفعل صعيب. ما لا اختار ما يناسبك من افعال ومن كلام باش تحل به المشكلة هذه. يعني انت الخيار الانجع والسبيل والطريق ال... صارح مرتك بالك يكون قلبها كبير. انا نعرف جل النساء ما يقبلوش حكايه كيما هكا جر، ما يقبلوش خاطر انت غلط، خاطر انت غلط، خاطر غلط اللي تقول فيه. انا كي حليت الباب انا غلطت. مش حليت الباب، كي حليت باب الثانيه انت غلطت. خاطر ما زلت تحبها، خاطر كتحبها. حليت الباب الثاني. انت المراه ذي الثانيه تحب تاخوها وتطلقها من رجلها ومن صغارها؟ ايه ولا ما نجمش؟ ما تنجمش، ما اخويا شد مرايتك واسال على مراه دو طون زون طون وكاو. ان شاء الله لاباس اختي، ان شاء الله لاباس كذا، كاينه اختك ومشاعرك احتفظ بها. ها وحل ثاني، سمعها صوتك يا سيدي مره في الجمع. اش قلت؟ مشكل اني كيغيب عليها حتى اربع سوايع. لا هكاك عاد مش يعيش معاها، عاد هكا هكا برا طلق مرتك ومش يعيش معاها، خلي تزيد تخرب دارك وتخرب دار الاخر. رغم اني عارفه، رغم اني عارفه انه هذا. اسمعني اسمعني تو من افزر، شفت كي نسطحوا الموضوع ونبسطوه الى درجه يولي موضوع سطحي، هكا يولي موضوع سطحي. تحب تحب كل اربع سوايع تتكلمها وتحكي معها؟ انا مش وانا اللي نحب، هو او بيجي هي تحب على روحها زادة. سامحني، هي مش كل حاجه تحبها هي انت تعملها زادة. وراجل المراه الثانيه وينه يا اخي؟ مرته في تعمل في الشيميو ولا يزورها لا يحكي معاها؟ المفروض تسمع صوت رجلها باش تطمن. الو بالنسبه لي انا رجلها رجل مثالي، نحترمه ما غير ما نعرفه، نحترمه الى ابعد الحدود. علاش؟ ما غير ما نعرف، يكفي انه وقف معها في اقوى يعطي صحه. وقف معها رجلها، واقف وقفة رجل. هو وقف معها رجلها، هو وقف معها. ايش تحب؟ ايش تحب يا ودي؟ ايش تحب؟ قول لي قول لي قول لي من الاخر ايش تحب؟ ما نعرفش. تحب تخوها المرة الثانية؟ تحب تطلق مرتك انت؟ لا. ما هي تحب تطلق رجلها؟ لا. انت ايش تحب؟ تحب ما نكونش سبب في اني نعمل مشكلة هي خاصة صحي. شد مرتك وشد صغارك يا ودي واكتب روحك. اكاو. شد مرتك وصغارك. فك عليك من الدغاغر هذوما راهو، ابعد عن الدغاغر اللي تلقاك الحنوشة. يا راجل. ولاد قداش عمرها؟ 14 سنة و 6 سنين. استحفظ على صغيراتك، عايش خويا. والمرأة هذه كلمها مريرة في الجمعة، اسأل على حالها باستحباب. يا مدام شنو أحوالك؟ لاباس سافا أكاهو با بلوس، لا زيادة، باش تزيد القدام راك باش تخسر عائلتك. حاطط أوبارلور يا أخي؟ لا لا عادي، خاطر الصوت قاعد يتعاود. إيش باش تعمل تو؟
اي عاد اي شو باش تعمل والله شو باش نقول لك عندي انا اعطيتك زوج حلول وانت تختار واحد منهم وزوج حلول خذيتهم من اراء الناس شو ما نخبيش عليك كنت تحب على رأيي انا ابعد مثنية هذه الجملة شد مرتك وشد صغيرتك داكور دو سيدي داكور سيدي يعيشك يا خويا تبارك خير وليلتك زينة ماضي ساعة و25 دقيقة على موزايك فام مازلت معكم حتى ايش الماضي ساعتين متاع الليل معكم صديقنا صالح في